جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إنه أفطر في رمضان عامدا متعمدا وندم على ذلك أشد الندم، ويسأل الآن عن الحكم. جزاكم الله خيرا. عليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه قضاء ما أفطر من رمضان، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير إن كان هذا الإفطار في رمضان سابق على رمضان الحالي. نعم.